والله الناس دي الله يكون في عونهم يعني. في الحقيقة جايين في مرحلة صعبة جدا، في منافسة قوية جدا، لسه مش حاطين ايديهم بشكل كبير جدا على الفرقة، سواء فيما يتعلق بالإيجابيات السلبيات، كيفية المعالجة، كيفية التطوير. أصلا مفيش وقت ياخدوا نفسهم بصراحة يعني. يعني امبارح الأهلي كان أجازة، الفريق كان أجازة، النهاردة بيستأنفوا التدريبات، بكرة تدريب كمان عشان يلعب بعد بكرة مع فاركو، وهذه المباراة صعبة جدا جدا. فريق جيد وفريق قوي وعنده مدرب برتغالي مميز، فالدنيا مش سهلة، الدنيا مش سهلة في الحقيقة يعني. واضح من اللقطات اللي احنا شفناها دلوقتي ان في يعني تركيز على تهيئة الملعب لبعض الجمل التكتيكية والجوانب البدنية اللي ممكن يكون هيشتغل عليها النهاردة، لان يعتبر النهاردة المران الرئيسي للأهلي قبل مباراة فاركو بعد بكرة يوم الأربعاء ان شاء الله يعني الساعة 9. فيا رب الأهلي يكون موفق، يا رب الأهلي يقدر ان هو يخرج من الحالة الحالية، وزي ما قلت وهعيد واكرر تاني، الأهلي هيخرج بجمهوره، جمهور الأهلي هو السند الحقيقي وهو اللي يقدر انه يخرج الفرقه من المرحله دي يعني. ده امر مهم جدا، وياما شفنا مواقف كتير من جمهور النادي الاهلي ازاي كانت ايجابيه بالنسبه للفريق. واضح واضح زي ما حضراتكم شايفين كده يعني، تخطيط الملعب بشكل معين، تضييق للمساحات مثلا، في جمل تكتيكيه هيتم تحفيظها للاعبين مثلا يعني. هو اصلا ما فيش غير يومين تدريب في الحقيقه، فالوضع مش سهل اطلاقا، لكن الناس بتحارب وبتحاول وما قدمهمش غير كده يعني. فربنا يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يكونوا في الموعد. طب عشان نعرف التفاصيل بشكل اكبر ونعرف الامور ماشيه ازاي هناك في النادي قبل مباراه يوم الاربعاء امام فاركو، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يقول لنا كل التفاصيل وكيف يستعد الاهلي لمباراه فاركو عقب التعادل مع المقاولون العرب. يا توفيق مساء الخير. تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، يعني قول لنا كل الاخبار اللي عندك، التفاصيل، كواليس ما قبل انطلاق المران اللي اعتقد خلاص بينطلق في هذه اللحظات. ايه اخر المستجدات يا توفيق؟ يعني زي ما ذكرت في البدايه امير، يمكن على طول فور انتهاء مباراه المقاولون العرب، يعني الجهاز الفني فضل اعطاء اللاعبين الراحه لمده يوم واحد. النهارده الفريق هيواصل تدريبات زي ما قلت، هو ده التدريب الاول والاساسي للفريق قبل خوض مباراه فاركو في مباراه الجوله 28 من الدوري المصري الممتاز. يمكن الجهاز الفني زي ما انت شفت في اللقطات اللي وصلت لك نزل قبل بدء المحاضره، خططوا الملعب، يمكن ده المعتاد من الجهاز الفني الجديد بقياده مستر ريكاردو سواريش، ان هو بينزل ويخطط الملعب بنفسه ببعض العلامات الاضافيه غير خطوط الملعب الاساسيه. ومن بعدها كان يعني حتى نزول حراس مرمى الفريق محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف. وحاليا دلوقتي الملعب بيجهز علشان نزول باقي اللاعبين والجهاز الفني. زي ما انت قلت امير، يمكن الفتره دي فترة ضيقة جدا في بين المباريات وبعضها، الجهاز الفني يمكن مش قادر يعمل الشغل الفني ولا كمان الشغل البدني. يمكن كمان يمكن زي ما انت قلت في سوء توفيق غير عادي جدا مع الفريق، كمان بالإضافة للإصابات المتلاحقة للفريق بسبب ضغط المباريات. كل دي ظروف اعتقد بتلعب بشكل ضد الفريق بشكل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله يعني هو اللي يغيب عننا في هذه الفترة هي التوفيق امير. اللاعبين والجهاز الفني يمكن بيعملوا اللي عليهم في التدريبات، يتبقى بس يعني توفيق ربنا وان يبعد ربنا ان شاء الله الإصابات عن جميع اللاعبين عشان نقدر نشوف أداء النادي الأهلي بشكل كبير الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله. توفيق، طب أنا بمناسبة الإصابات يعني عايز أعرف آخر التطورات بخصوص ملف الإصابات. أحمد عبد القادر هل خلاص بشكل رسمي هيغيب لمدة 5 أسابيع مثلا زي ما البعض اجتهد وقال، ولا لسه لم يتحدد بعد موقفه؟ نفس الحال بالنسبة لصلاح محسن، هل في حد يقدر يدعم صفوف الأهلي خلال الفترة اللي جاية يكون عائد من الإصابات موقف أكرم توفيق؟ يعني قول لنا الأمور ماشية إزاي. للاسف يا امير، يمكن معظم الاصابات اللي بتحصل في الفريق الفتره دي بنلاقي دايما يعني الخبر على طول المنتشر ان النادي الاهلي يخسر جهوز هذا اللاعب لحد اخر الموسم. طبعا ده حصل مع اكثر من لاعب، حسين الشحات، محمد شريف، عمرو السوليه، لكن بالتحديد الاسمين اللي انت ذكرتهم سواء احمد عبد القادر او كمان صلاح محسن، يعني منتظرين خروج الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي يقدر ياكد لنا بشكل قاطع يعني مدى اصابتهم، كمان خاصه ان يتعمل لهم اختبارات يعني طبيه، وكمان النهارده قبل التدريب هيكون في اختبارات بالطبع مع دكتور احمد ابو عبله، هو اللي هيقرر بشكل قاطع مدى غيابهم او مده غيابهم والفريق هيخسر جهودهم لفتره قد ايه. كمان يمكن اتكلمت على اكرم توفيق، اكرم توفيق زي ما احنا قلنا بقاله فتره في التدريبات الجماعيه مع الفريق، ولكن يتبقى فقط زي ما قلنا الجاهزيه من الناحيه البدنيه الفنيه. انت شايف طبعا هيحددها الجهاز الفني كمان اكرم، وانت بتتابع يعني هل اكرم بيشارك في كل الفقرات الخاصه بتدريبات الاهلي الجماعيه، ولا في فقرات ما بيشتركش فيها اللي هي مثلا تقسيمه ما يبقاش فيها التحامات كلام من ده؟ يعني قول لنا اكرم ماشي ازاي في التدريبات.
لا اكرم موجود يعني يتعدى نسبه مشاركته في تدريبات الجامعات 90% من كل التدريبات اللي موجوده زي ما قلت لك، هو بس يتبقى الدفع بيه فور تاكد الجهاز الفني من لياقته الذهنيه والبدنيه والفنيه. عايز اقول لك كمان يا امير، اعتقد اي جهاز فني هيكون قلق جدا انه يدخل لاعب بعد طبعاً عمليه رباط صليبي في ظل الضغط ده المباراه. يعني انت حتى لو عاوز تدفع باكرم، زي ما انت عارف اللاعب راجع من الاصابات ومحتاج الفرقه تكون نتائجها كويسه، الدوري نفسه ماشي بانتظام، لكن زي ما انت شايف كل 3 ايام مباراه، اعتقد ان الضغط الجماهيري والضغط العصبي ونتائج الفريق كمان اعتقد انها مش مساعده كمان الجهاز الفني انه يدفع باكرم قريبا. فاعتقد اكرم ممكن يكون موجود مش قبل اسبوعين ثلاثه امير في المباريات، خاصه زي ما قلت لك في ظل ضغط المباريات في ظل الاجواء العامه في الدوري في هذه الفتره، اعتقد ان الدفع بيه يعني في القريب العاجل هيكون صعب جدا. ولكن طبعا هو واحد من العناصر الاساسيه، هو وكل اللاعبين العادين من الاصابه، اعتقد الجهاز الفني في حاجه لاي لاعب يكون موجود في هذه الفتره. ولكن زي ما انت شايف انت تقريبا بتلعب يوم بتريح يوم او اليوم الثاني وبتلعب مباراه، وبيبقى طبعا عندك يعني انت بتتكلم في فرقه كامله امير غايبه للاصابات، اعتقد يعني الفرقه الغايبه دي لو موجوده فهتاخد الدوري مستريح جدا وتبقى في المركز الاول. يعني انت بتتكلم لو هتعد طبعا عندك على الهواء كل اللاعبين الغايبين عن النادي الاهلي، انت بتتكلم في قوام فريق كامل موجود يا امير في مصاب. فيعني احنا كل اللي بنتمناك يا جماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي ان ربنا يكفينا شر الاصابات ويكون التوفيق مع الفريق. يمكن انت بتشوف غياب التوفيق سواء في تحكيم او كمان في كور داخل المباراه، اعتقد انه ينقص بس الفريق هو التوفيق يا امير، وان ربنا يبعد عنه اصابات، واعتقد شكل الفريق ونتائجه هتبقى مختلفه بشكل تام ان شاء الله. هختم معاك يا توفيق بس بيرسي تاو، موقف بيرسي تاو ايه؟ هل هو بيشارك في التدريبات؟ ممكن نلاقيه في القائمه مثلا ماتش فاركو؟ الامور بالنسبه له ماشيه ازاي برضه؟ هو موجود بشكل طبيعي جدا بالنسبه لبيرسي تاو امير، زي ما قلت هو موجود بشكل طبيعي جدا في التدريبات، يتبقى فقط يعني زي ما نقول اشاره الجهاز الفني بوجوده في قائمه المباريات. هو جاهز يعني جاهز بنسبه 100% من الناحيه الطبيه، زي ما قلنا ده راجع لحق اصيل للجهاز الفني يقرر امتى يكون موجود مع الفريق طبقا لحالته البدنيه والذهنيه والفنيه، لكن هو من الناحيه الطبيه سليم 100% وموجود مع بقيه زمايله في التدريبات. فاعتقد زي ما انا قلت لك الضغط العصبي، الضغط الجماهيري، ضغط النتائج، ضغط المباريات بيخلي اي جهاز فني يبقى خايف جدا انه يدفع بلاعب عائد من الاصابه عشان ما تتفاقمش الاصابه بتاعته او يرجع الاصابه سريعا. فعايزين يطمنوا يكون موجود بنسبه 100% وموجود مع بقيه زمايله في المباريات ان شاء الله. وزي ما قلت لك نتمنى بس التوفيق يكون مع الفريق وربنا يبعد عنا الاصابات ان شاء الله. واعتقد هنشوف يعني شكل واداء مغير ونتائج مغيره كمان باذن الله ان شاء الله. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس القناه الاهلي اللي كان معانا من استاد مختار التتش في اطار يعني متابعته لاستعداد النادي الاهلي لمباراه فاركو. ان شاء الله الاهلي يكون موفق وبإذن الله الأمور تكون أفضل خلال المرحلة المقبلة. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل.